طبعا طبيعة البصيلات تختلف من شخص إلى آخر. يوجد بصيلات بحسب عدد الشعرات اللي تحويها. في بصيلات ب3 شعرات، وبصيلات بشعرتين، وبصيلات بشعرة واحدة. احنا راح نحاول نعمل هارموني، نعمل ترتيب معين للبصيلات بحيث انه نسكر للمناطق الصلعة. طبعا هون الدكتور حيدر اصلان قام يقتطف البصيلات يشيلها، وبنفس الوقت احنا العملية الثانية هي اقتطاف تفريغ ما حول البصيلة، ومساعده هو اللي يقوم بالثانية اللي هي أخذ البصيلات ووضعها وتنظيفها.